بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتقابل مع المحاضره رقم 6 بالنسبه لللاندسكيب. الدكتور احمد قام بالواجب في عديد من العمليات اللي اتكلم فيها معاكم، وأدى الواجب بالظبط اللي هو مطلوب منه. احنا النهارده هنحاول ان احنا نجمع الكلام دوت في المحاضره رقم 6 و7. هي مندمجة مع بعضها لأنها لازم ولا بد إن هي تكون بهذا الشكل علشان نقدر نحصل على الخلاصة بتاعة الموضوع. الموضوع في المحاضرة دي هيتكلم عن الاحتياجات المائية للمسطح المائي بناء على معالمه الجغرافية، تحديد المعالم الجغرافية للمساحة، ثم التدفق المطلوب ومقارنته بالتدفق المتاح. وبالتالي لو جينا بصينا مع بعض لبعض العناصر المهمة للموقع واللي كان المفروض دائما وأبدا احنا بنتكلم عليها، هي أولا نوع النجيل المزروع وشكل المسطح ومقدار الميل. هل المسطح دوت مستوي أو منحدر؟ طبعا الكلام ده يختلف كليا جوهرا وخارجا وكل شيء عن الري الزراعي، لان انا ما بيهمنيش الموضوع دوت، لاني بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي كل شيء مستوي. اساسا زراعة الاشجار شكلها، هل هو سياج، هل هو مجموعة، هل هو نماذج فردية من الاشجار، نوعية المزهورات الموجودة في المسطح، مزهورات حولية ولا مزهورات موسمية، نوعية النباتات اللي موجودة في المسطح اللي هي محلية أو مستوردة، موقع الشجيرات تحت الأشجار، يعني هل هي قريبة ولا بعيدة، تعرض منطقة مغطيات التربة أو النجيل المستمر للظل أو للشمس. ودي من الحاجات اللي هي بتتحط في الاعتبار بالنسبة لللاندسكيب. أيضا أحواض تجمع الشجيرات على المنحدرات، على منحدر حاد في منطقة مستوية، مساحات النجيل على مسطح ضيق، هل هو جزيرة، هل هو رصيف، ونوعية التربة اللي تحت منه، الشجيرات في تربة رملية أو لومية. كل ده يجب إن احنا نحطه في الاعتبار، وكل ده بيعتمد على الموقع الجغرافي. طيب لما نشوف معدلات التسرب، نجد أن معدل تسرب التربة يعتمد اعتمادا كليا على نوع التربة وعلى ميل التربة، ويمكن دي حاجة انت ما كنتش تاخد بالك منها فيما سبق. ولكن نوع التربة مهم، وتقريبا الانواع الاساسية هي رملية لومية او سمتية لومية وطينية، مع ملاحظة ان هذه الانواع هي الانواع الاساسية اللي بتستخدم في المسطحات الخضراء، لان احنا اللي بنعمل التربة بمواصفات اللي احنا طالبينها. لو كان الميل صفر فمعدل التسرب بيكون 43 مليمتر كل ساعة، إذا معدل دخول المية في التربة أو سرعة دخول المية في التربة بتكون عالية، في حين لو أنا حطيت ميل ألاقي هذا التسرب بيقل، لأن المية ما بتقدرش تاخد فرصتها إن هي تنزل مباشرة. فزي ما أنت شايف كل ماذا نوعية التربة بيحصل اختلاف. طيب الميول لو كانت أكتر من كده، لو كانت أكتر من كده موجود عندك في الكتاب الجدول دوت اللي هو جدول 6-4 على ما أظن، وده بيدي لك بداية من الرمل الخشن إلى التربة الطينية، مرورا بالرمل الناعم، بالرملية اللومية، بالرملية اللومية الناعمة، السلتية اللومية، الرملية الطينية، السلتية الطينية، الطينية، وهكذا من 0-4، ومن 5-8، ومن 8-12، ومن 12-16، وفي أكثر من 16. لاحظ إن كل ما زاد الميل كل ما معدل التسرب بيقل، وبيقل بنسبة عالية جدا، يمكن بنسبة الربع. فلو بصينا للرمل الخشن هو 38 32 هنا اهوت، لما نوصل لأكثر من 16 بيبقى 8، يعني بينزل بنسبة الربع. نفس الحكاية هنا اهوت، نسبة الربع 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 تقريبا طول ما انت ماشي كده اهوت. المعدلات بتقل كل ما بيزيد نسبة الميل، وده مهم جدا جدا الجدول دوت في دراسة اللاندسكيب. طيب لو شفنا الاحتياجات المائية للمسطح بناء على المعالم الجغرافية، بتتأثر بالعوامل الثلاثة التالية: أولا نوع النبات، اتنين الموقع
من حيث الشمس والظل، ودي يمكن حاجة مش موجودة إلا في اللاندسكيب برضو. ثم القرب من الأشجار وجذور الشجرة نفسها، هل أنت قريب منها ولا بعيد عنها؟ دي حاجات مهتمين بيها جدا بالنسبة للاحتياجات المائية للمساحة. طيب لما نيجي نبص على مثال عشان نقدر نحدد الهيصة ديت ونشوف إزاي بتتدخل مع بعضها البعض، لأن هو لغاية كده المحاضرة تعتبر انتهت كنظري، بمعنى أنت علشان تعمل دراسة لازم تشوف الموقع ومعالم الموقع، وأنا حطيت لك كل المعالم المختلفة. طب تعال نشوف لو في مثال بيقول مسطح أخضر سكني صغير موضح في الشكل 6-1 اللي هو في كتاب صفحة، يا ريت تمسك الكتاب معايا بقى وتشتغل معايا من الكتاب، لأن في حاجات كتيرة جدا هتبقى في البرزنتيشن دي معتمدة على الكتاب. عندنا صفحة 122، صفحة 122 في الكتاب في الفصل السادس، بيحدد لنا المثال ده اللي هو شكل 6-1. المطلوب تنفيذ الآتي: أحدد له المناطق الجغرافية، 2 أحدد له نوع رؤوس الرش لكل منطقة، أحدد له وضع تخطيط رؤوس الرش. يعني هل أنا هحدد المناطق إزاي يعني جغرافيا؟ معناها إن أنا هشوفها هل هي منطقة مستوية غير مستوية، فيها ميل ما فيهاش ميل، معرضة للشمس مش معرضة للشمس، وبعدين بعد كده أحدد نوع الرشاش، هل هو روتري ولا يعني روتيتر ولا سبراي، وإيه نوع السبراي، وهكذا. ثم بعد ذلك نحط التخطيط بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه وتعلمناه قبل كده، هو هل هي على رؤوس مربعات او على رؤوس مثلثات. لما نيجي نبص للمنزل، ادي المنزل بتاعنا، هو فيه جراج، فيه حدود ملكية، في ممر للسيارات، في حدود ملكية من الناحية التانية، يعني ده بيت وده بيت من الناحية التانية. ده المسقط الأفقي، ثم هذا المسقط الرأسي. هنا حددنا 3 مناطق زي ما انت شايف داخل البيت. طبعا المناطق في المسقط الأفقي مش موضحة أي حاجة، لكن في المسقط الرأسي بيوضح لي إن هو هنا في ميول في المنطقة الثالثة، ميول وميول حادة. عشان كده بنشوف التربة، قال لك مساحة تقع، المساحة دي بتقع في الظل دائما، اللي هي تربتها تربة لومية رملية ومستوية السطح وتقع في الظل دائما. هذه المساحة تربة لومية مستوية السطح وشمس على طول، دي ليها ميل وتربة طينية. وطبعا نتيجة العملية دي ووجود الانحدار ده نتيجة قطع التل لبناء المنزل، فحصل دمج شديد كمان. فالتربة طينية والنجيل معرض للشمس دائما، التربة لومية ومعرض للشمس دائما، هنا لا هنا مظلل دائما. كل واحدة من ديات عايزة تفصيلة معينة وتشغيل معين، ولذلك ده تحديد المعالم الجغرافية. لكن لما نيجي نخش بقى على الجزئية، طيب أنا كده حددت من أجل تحديد الممرات والجراج والمسطحات ومواقع الزهور والشجيرات والأشجار ومعرفة نوع التربة في كل موقع وتحديد كمية المياه التي تحتاجها كل منطقة. بناء على المعلومات المتوفرة عن الموقع أمكن تحديد 3 مناطق: 1 الممر الجانبي في المنزل ويقع في الظل دائما، تربته زي ما احنا عرفنا سطح مستوي وغطاء نباتي هو النجيل، الثاني استقبال معرضة للشمس طول النهار، التربة الرملية اليومية تقع على منحدر بسيط غطاء نباتي، ثم الأخير ده بيقع على يعني منحدر عالي جدا ملها حوالي 5 سنتين طول النهار، وقع في الشمس مغطاة بالنجيل لكن التربة طينية. لو بصينا للحاجات اللي هي موجودة عندي هنا، هو هنجد ان احنا عندنا 3 حاجات مهمة: 1 موضوع الظل، 2 نوع التربة، 3 الميل. ده كله هيتوقف عليه عمليات الري للنجيل بالاحتياجات المائية بتاعته اللي تتوافق مع نوع التربة والميل بتاعي. طيب
لو جينا نشوف موضوع المنطقة الأولى، ودي لابد أولا الإجابة على السؤال التالي: هل نصف القطر لدائرة الرش بتتناسب مع مساحة المنطقة؟ ما هو أكبر نصف قطر دائرة يمكن استخدامه لتخفيض عدد رؤوس الرش وبالتالي خفض تكلفة عملية الري؟ الثالث، معدل امتصاص التربة الميول الحادة تتطلب إلى رشات يدي ماء ببطء. هيبقى هي دي اللي كان بنحاول إن احنا نقول عليها، هو إن النفاذية بتاعة التربة مع الميول الحادة هتجبرني إن أنا أدور على رشاش بطيء أو بيدي مية ببطء شديد. وبالتالي الأول مش بس نص القطر، لا ده أنا كمان بشوف التكلفة بتاعة الري وبشوف العوامل دي. طيب تعال نشوف مع بعض لاختيار المنطقة الأولى. قالك المغطاة بالنجيل والمظللة طول النهار وتربتها رملية لومية وتمتص الماء بسرعة، وأبعاد المنطقة بتساوي 4 في 9، إذن هي مستطيلة لها عرض 4 متر ولها طول 9 متر و90 أو 9 متر و9 من 10، هو ده شكلها. قالك طيب الرشاش المطلوب في الحالة ديت، عايزينه إن أي رشاش هحطه بيرمي في هذه المنطقة ما يتخطاش هذا العرض، فيبقى ما يزيدش عن 4 متر، يبقى نص القطر بتاعي ما يزيدش عن 4 متر. طب ده هنا في مشكلة؟ هيبقى في مشكلة، لكن هنحاول ان احنا نتغاضى عنها. فالتخطيط المثالي بتاعي ان انا هحط رشاش هنا ورشاش هنا ورشاش هنا ورشاش هنا ورشاش هنا، المهم والرشاشات ديت هخليها تغطي بعضها بهذا الشكل بحيث ان ترميل المية بهذا الشكل بشرط الا يكون هناك خارج من المياه. لاحظ هنا بقى ان في عدم تغطية جيدة في الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا. ليه؟ لان المشكلة عندي ان ده نص قطره 8 متر وده نص قطره المفروض يبقى مش 8 متر، مش المفروض 9، نص قطره 4 متر، يبقى القطر الكلي 8 متر وهنا القطر الكلي 9 1 من 10، يعني في حوالي 55% هنا و55% هنا من المتر، يعني حوالي نص متر شمال ونص متر يمين، مش هيبقوا متغطيين قوي، لكن هنتغاضى عن هذا في وجود الربع دايرة اللي موجود. طيب تعال نشوف احنا هنختار ازاي الرشاشات. يبقى احنا اول حاجة حددنا الموقع وايه هي خواصه. نمرة 2، شفنا اختيارنا للرشاشات هيبقى موضوع ازاي، لكن في الاخر هنختار الرشاش بقى ده اللي هيشتغل ازاي. فعندنا مراحل متتابعه. اولا المرحله الاولى، ودي عن طريق الجدول 4-3 اللي هو موجود في الفصل الرابع. الجدول ده هو اللي بيتحدد على اساسه القيمه بتاعت الرش، واللي هنقول عليه الجدول 4-3 دوت اللي هو موجود في صفحة 80 و81. الجدول دوت خلاصة لمجموعة الكتالوجات، يمكن قال لكم عليها الدكتور أحمد، دي غير موجودة في أي مكان إلا في الكتاب دوت، تم تجميعها بواسطة الكاتب اللي هو أنا، وحاولت إن أنا أوصلها للطالب بشكل يكون سهل. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هدور على الاختيار بتاعي في مجموعه من المجموعات المناسبه لنص القطر، وبالتالي يتم تحديد اي رؤوس الرش اللي ممكن ان انا استخدمها. ثم المرحله الثانيه اروح للصفحه 4، سوري للجدول 4-2 واللي هو موجود في الصفحه 75 ومستمر معايا حتى 77 في الكتاب.
للثلاث شركات المصنعة الكبيرة اللي ممكن استخدم لها بدائل. بعد كده عندي المرحلة الثالثة، ان انا اجيب بقى الفوهة بتاعتي لكل رشاش، وده من داخل الكتالوج نفسه. يبقى انا بحدد نفسي الاول في مجموعة من المجموعات، ثم بخش على الاختيار اكثر تفصيلا ودقة في تحديد الطرز المختلفة، ثم بعد ذلك اروح للكتالوج بالطرز دي، اختار الفوهة لكل رشاش واختار المواصفات لكل رشاش. طب ازاي هتتم الحكاية ديت؟ تعال نشوف مع بعض. بيقول لك يقع الاختيار على رأس الرش ليس لكونه مناسبا لمساحة الموقع فقط، وإنما لقدرة التربة على امتصاص المياه. هل مثلا رملية لومية معدل سرابها 43% وسطحها مستوي؟ لبدء التحديد فهنروح للمجموعات اللي موجودة عندي في الجدول 4-3، وهنشوف ايه اللي صالح للمنطقة دي. فهيتبين ان صالح في المنطقة دي هي مساحة مناسبة لان تكون مع رشاشات صغيرة، وبالتالي يتراوح نصف قطرها من 6 من 10 الى 5.7 من 10. يراعي اختيار فوهة رأس الرش، يراعي اختيار الفوهة بتاعة الرشاش الرذاذي التي تعطي الماء بنصف القطرة، تتراوح بحوالي من 4 إلى 5 متر اعتمادا على الضغط المياه. طيب لو جينا نبص للمجموعات، هنجد ان احنا لو بصينا للمجموعات من الجدول 4-3، هنلاقي ان المجموعة الاولى اللي هي بتشمل رؤوس هانتر الثابتة او ريمبرد الثابتة او ثورو الثابتة، يبقى معنى كده احنا اخدنا الرشاشات الصغيرة اللي بتديني مساحات صغيرة. والمرحلة الثانية هنبتدي نخش على أكثر تفصيلا في تحديد أي من الطرز اللي يمكن استخدامها مع مراعاة أن يتم ذلك لثلاثة شركات مصنعة كبدائل لبعض البعض. فلو بصينا هنجد الجدول 4-2 بيتم الاختيار بدقة وتصنيف تلك الرؤوس طبقا للرشاشات المدرجة بناء على مدى الضغط التشغيل بالبار أو بالكيلو جرام على سنتيمتر مربع، نص القطر، معدل التصرف، وأخيرا معدل الرش. ولاحظ إن معدل الرش هنا هو بنفس وحدات معدل تسرب التربة سواء كانت على رؤوس مربع أو على رؤوس مثلث، وعليه يتم حصر وتقليل الاختيار في الطرز أو الأنواع من رؤوس الرش المصنعة. لو جينا بصينا بيقع الاختيار في الجدول 4-2 على عائلة برو لشركة هانتر، ضغط 1 ل 2 بار، 2.5 بار، تصرف من 13 إلى 1.22، ومدى يتراوح من 9 من 10 ل 5.7 من 10. اختيار عائلة مشابهة للعائلة الأولى هي فوهات ريمبيرد الثابتة، وبضغط برضو نفس الحكاية من 1 إلى 2.1 بار، تصرف من 35 لواحد 21 متر مكعب للساعة، ونص قطر بيدي من 2 إلى 5.5 متر. عائلة تورو اللي هي 570، والضغط التشغيلي من 1.4 من 10 ل 4.9 من 10، يمكن هنا الضغط هنا بيكون بيسمح بضغط اكبر كتير جدا عن الاثنين التانيين. تصرف من 1 و11 من 1000 الى 1.25 من 100، وهنا واضح ان الحد الادنى بالنسبة للتصرف بيكون عالي شوية. نص القطر من 2.1 من 10 ل 5.5 من 10 برضو. اذا حددنا احنا المرحلة الثالثة، هنروح علشان نجيب الفوهة بالظبط، وهو طراز الرشاش رذاذي أو دوار، وكذلك نوعية الرش ثابتة أو دوارة، وتبقى تحديد نمط الرش دائرة كاملة أو ربع دائرة، أو زاوية الرش المتاحة هل هي عالية أو منخفضة. وبناء على ما تقدم بالإضافة إلى أداء الضغوط وأنصاف الأقطار وإلى كل ما احنا شفناه من المدون
في الكتالوج، هنروح لقينا نفسنا ان احنا رايحين لعائلة رش ذات فوهات اللي هي 15A، ديت للبرو اللون اسود، وهي تعطي نصف قطر من 3.4 الى 5.2 طبقا لتغير الضغط. الكلام ده اتكلم معاكم فيه الدكتور احمد وشرحه لكم. ثم عائلة 570 لشركة تورو اللي هي 15F، وكلمة 15 دي أو رقم 15 يعني 15 قدم، اللي بيتساووا في الحالة ديت من 4.4 أو من 3.5 اللون برضو بتاع الفوهة أسودة، والمدى مدون على في الدليل. ثم عائلة فان للريم بيرد برضو 15 سيريز اللي هي أسود، وبتدي نفس المدى اللي احنا اتكلمنا عليه مع تغير في اداء الثلاث رشاشات الجدول اللي هو 6-4، واللي هو هيديني هنا هو الشكل بتاعي من الكتالوج، بان احنا ممكن نقلل القطر حوالي 25% عن طريق الفتحة الفوقانية او المسمار الفوقاني، وبالتالي لو اخدناه اكبر شوية ممكن ان احنا نقلل. لو بصينا للثلاث انواع من الرشاشات، اولا هانتر 15A وده لونه اسود، تورو 15F وده لونه اسود، ريم بيرد 15 سيل وده لونه اسود. هنا بقى تراز فان او ام بي ار او برو، ده تبقى للشركه هي اللي طلعت الكلام ده. الزوايا عندي في الهانتر ممكن ابدا من 45 الى ان اصل ل 360، لكن في الريمبرد وتورو لا. اذا لو انا عندي كان تصميم يستوجب ان انا اجيب ال 45 كنت انا هاخد تورو، لان هو الوحيد اللي بيوفر لي الكلام ده. انما ال 90 بيوفره لي المجموعه كلها، ال 120 ريمبرد لا، ال 180 المجموعه كلها، ال 240 الريمبرد لا، ال 270 المجموعه بتوفرها لي، وال 360 المجموعه ايه كلها بتوفرها لي. طيب احنا محتاجين في التصميم بتاعنا كان محتاجين ربع دايره ونص دايره. اذا انا هدور على الربع دايره اهو اللي هو 90، والنص دايره اللي هو 180، واشتغلنا على ضغط 2، فيبقى نص القطر 4.6 طبعا 9 متر يعني حوالي 9.1 يعني حوالي برضو 4.55، يعني يا دوب ممكن قوي ان انا استغل الكلام دوت. وعندما يكون هذا الرشاش شغال ممكن انزله 25% عشان ما يوصلش لخارج المنطقه. التصرف هنا 21%، المعدل الرش يعني تقريبا يطابق معدل النفاذيه في التربه، وهكذا. لو مشيت في الاربع في الثلاث انواع هلاقي نفسي بختار نفس الكلام اللي هو الخط الاصفر اللي واضح قدامكم ده. تسهيلا للموضوع واختصارا للموقف، احنا شفنا اداء نمط رش بتاع الدائره الكامله، وابتدينا نقارن هل هناك فروق ما بين هذه الرشاشات في تجميعها كعائلات مع بعض والاختيار ما بينها. فلقينا ان احنا لو بصينا عند الضغط اللي احنا اشتغلنا عنده 2-2-2 في الثلاث رؤوس، سواء كانت شركة تورو او ريمبيرد او هانتر، كلهم بيدوني تصرف تقريبا قد بعض، بيدوني كمان نص قطر تقريبا قد بعض. اذا ممكن هما يحلوا محل بعض فعلا، يبقى تجميعة العائلات اللي احنا جمعناها دي كانت صحيحة 100%، ويمكن استخدام الجدول 4-3 و4-2 للوصول للكتالوج اللي احنا اشتغلنا عليه. وبالتالي ادي المنطقة الاولى فيها اكثر من طريقة توزيع، اما ان انا احط رشاش متوسط هنا ورشاشين هنا، ويبقى في الحالة دي المية لا تتم فيها تغطية زي ما انت شايف، وتجد ان هذه المنطقة ضعيفة جدا وهذه المنطقة ضعيفة جدا ويمكن لا يكمل المساحة بتاعتي، او ان انا احط رشاش ربع دايرة في الاول ورشاش في ربع دايرة في الاخر، واحط رشاشين جنب بعض ويديني زيادة في المية ليست لها معنى،
او ان انا اوزع التوزيعه الاولى اللي انا وزعتها وقلت ان انا عندي 4 رشاشات في الاركان ثم رشاشين نص دائره مع وجود بعض الانحراف البسيط اللي هو 6 من 10 او 6 من 10 او 55%. لكن لو انا اخذت الرشاشات عند ضغط 2 بار فانا ممكن ازود القيمه دي واقدر اعمل عمليه تخفيض ال 25% للجزء الثاني. علشان نحدد بقى واختيار رؤوس الرش للمنطقه الثانيه، لان المنطقه الثانيه منطقه منبسطه مغطاه بالنجيل معرضه للشمس طول النهار، تربتها رمليه طينيه زي ما انتم شايفين، ابعادها 15 2 من 10 15 2 من 10 يعني تقريبا مربعه، وعليه يمكن وضع رؤوس الرش، حطينا ربع دائره في كل واحده منهم بهذا الشكل عشان انا ابتدي ابص للمساحه المحصوره ما بين 4 رشاشات هو بقطر 15 بنص قطر 15 متر. يعني اذا انا دخلت في منطقه الرشاشات اكبر. تعال نبص مع بعض هنعمل ازاي بنفس الطريقه المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه. هيتم التصميم بنفس الطريقه السابقه، هنروح للجدول 4 3 ونحدد منه المجموعه، ثم المرحله اللي بعد منها نروح لل 4 2 ونخش في التفاصيل بالنسبه للضغط وللتصرف، ثم بعد كده نخش لل الكتالوج. طيب من الجدول 4 3 نجد ان رؤوس الرش بالنسبه لتلك هذه المساحه التي تستخدم في المناطق من 5.2 من 10 ل 16.8 من 10، وطبقا لنص القطر المطلوب اللي هو 15 اللي احنا عايزينه، يبقى هي دي الاختيار بتاعنا هيكون في الرشاش الدوار. يبقى اذا هنا هو الاولاني كان رشاش ثابت، الحاله الثانيه رشاش دوار. هنرفض جميع المناطق اللي فيها الرشاشات الثابته ونبتدي نخش في الرشاشات الدوار. لقينا ان مجموعه هانتر متحركه اللي هي البي جي بي، ولقينا ان احنا بنتكلم في ريمبرد 5500 زائد 5000 بلس وال 5000 العاديه، او ثورو الدوار من 7000 700 قصدي سوبر 700 وسوبر 800 والتي 5 والتي ار 50. من بعد الطريقه ديت مباشره هنخش للجدول 4 2، ومن خلال جي بي البي جي بي لشركه هانتر هنجد ان الضغط التشغيلي بتاعه من 1.7 الى 4.5 بار، والتصرف يتراوح من 1.1 ل 3.22 متر مكعب لكل ساعه، وتحقق نصف القطر المطلوب في مدى من 6.4 ل 15.8 متر. كما يمكن اختيار عائله رؤوس الرش اللي هي ال 5000 برضو بتشتغل عند نفس الكلام، تقريبا معدلات التصرف ما هياش كبيره زي بتاعت هانتر، اقل منها شويه في المدى العالي، والاقطار يعني ما بتوصلش لنفس الاقطار اللي هي بتوصل لها الهانتر، بس ده يعني بيحقق لي برضو اللي هو انا عايزه. اما التورو فواحد وسبعة من عشرة نفس الضغوط، والتصرف متساوي زي تقريبا او شبيه بالريمبرد، ونص القطر برضو شبيه بالريمبرد. طيب الجدول 6 6 اداء رشاش طبقا لمواصفات الشركات المصنعه. الجدول ده موجود عندك في الكتاب، وده جاي من الكتالوج، وتم تخصيصه للثلاث رشاشات. يعني احنا عندنا الرشاش هانتر البي جي بي، وده الفجوه بتاعته 7 بتدي حوالي 83% متر مكعب في نمط ربع الدائره، تصل الى دائره نصف قطرها 12 متر، فجوها 9 بتصرف 1.25% بنمط ربع دائره ونمط نص دائره، ولها تصرف حوالي نصف قطر 13.3، ثم ال 11. يبقى احنا عندنا فوقها 7 و9 و11 للربع وللنص
وللدائرة بنمط ربع دائرة برضو، وبتديني دائرة نمط دائرة ولها دائرة، وديت 15 واتنين عشر. طيب يبقى احنا اذا في نمط 7 بيدي 83 لربع دائرة، 9 بيدي ربع دائرة 1.25، بربع دائرة اللي هي 11 بس بتدي 15 متر. طيب شركة ثورو من الجدول تحت الضغط 4 عندنا الفوهة 2 والفوهة 4 والفوهة 8، تقريبا برضو نفس الكلام اللي موجود عندنا في 7 هانتر واتنين ثورو ورينبيرد، اتنين برضو في نمط ربع دايرة، وتسعة واربعة بتعمل في نمط ربع دايرة. ممكن ايضا استخدام 11 وتمانية وتمانية في نمط ربع الدايرة ونصف الدايرة والدائرة الكاملة في الحالة الفردية. طيب تعالى نشوف التوازن ما بين دوت الرشاشات دي. هنجد ان في هذه الفوهة بتقذف في ربع دايرة مسافة 15، وهذا بشكل بتخطيط الرؤوس مثالية. بيتم وضع هذه الرؤوس بشرط ان يكون في مثلا 25% تخفيض، فلو نقدر نوصل ل 11 و4 من 10 على اساس ان انا اقدر اخفض القيمة بتاعة الكلام. تعال نشوف اهم حاجة عندنا الجداول. الجداول بتاعتنا بقى ديت ان هو ده جاية من الجداول بتاعة الكتالوجات، وزي ما قلنا ان هانتر بيشتغل ب7 و9 و11، ريمبرد وتورو بيشتغل ب2 و4 و8. التراز اللي احنا اخدناه ستاندر نوزل ريد بي جي بي او بي جي بي، وثورو اللي هي تي 5، وهنا ال 5000 سيريز. لاحظ ان احنا اشتغلنا عند ضغط 4، ولما نشتغل عند ضغط 4 بيوضح ان نص القطر بيبقى 12 او 11 او 11 تقريبا. الاثنين دول متشابهين الى حد بعيد جدا، الشركتين دول، وهي دي اللي بتبقى بعيدة شوية. في حالة الاربعة مع التسعة هناخد ضعف التصرف ده، فده لو كان ربع يبقى ده نص الدايرة، وده يبقى في الدايرة الكاملة. دي انواع الرشاشات بتاعتي. طيب لو جينا بصينا للمنطقة الثالثة، المنطقة الثالثة بقى فيها شوية تفكير. ليه؟ أولا عندنا ميل، ثانيا هي مغطاة بالنجيل، ثالثا هي في الشمس طول النهار، رابعا أن التربة طينية وبتاخد المية ببطء شديد. طيب ده كمان البطء ده لازم ينضاف لبطء تاني، إن إحنا عندنا انخفاض نتيجة الميل. زي ما شفنا ان الميل بيخفض لي من معدل التصرف. فاذا المنطقة احنا عندنا 8 في 15 عليه يكون الرشاش لازم يغطي 8 متر، نص قطره، المنطقة نجيلة منحدرة، الرشاش لازم يكون منخفض يناسب معدل امتصاص البطيء للتربة المنحدرة وتجنب الجريان، وعليه نص القطر يبقى 8 و8 من 10 8 ونص، والشكل 16 دوت هيوضح لي الكلام ده، وهيديني الحكاية ديت مع بعضها البعض بشكل يوضح لنا الدنيا ماشية ازاي، خصوصا في المثال اللي موجود عندنا في الكتاب بتاعي، وده هيبقى في الصفحة، لحظة واحدة اقول لكم على الصفحة علشان تبقوا عارفين التطور. في الصفحة ديت هيكون صفحة 133. طيب استخدام رؤوس رش نص قطرها 8 لتغطية المساحة من الرأس إلى الرأس يؤدي إلى قصف الماء على جدران المنزل ويتسبب في تلطيخها وإزالة لونها مع مرور الزمن. إضافة قذف الماء على طريق تكون أماكن تجمع المياه الموحلة وبتؤدي إلى خطر على السائقين، عشان كده لازم نخفض القطر بتاعنا
من 5 من 8.5 ل 7.6 من 10 اللي بيتناسب مع 15.2 من 10. وتعديل دوت عن طريق ال 8.5 ذات نمط ربع دائرة لتناسب النمط تناسب مع النمط بتاع النص دائرة، يعني النص دائرة يتناسب مع الربع دائرة. طب ادي المساحة اهي، خد بالك معايا احنا هنحط الرشاشات بتاعتنا 4 ثم 2، يبقى احنا عايزين ده يبقى 8.5، لكن ده ما يبقاش 8.5، ده يبقى اقل من 8.5، 7.6. طيب عشان ده يهرب مني الميه والرش الزائد ده، لازم اقلل انا رؤوس الرش دي عشان ابعدها. ايوه هخفضها بهذا الشكل واخفضها بهذا الشكل، يقوم يبقى الرش داخل المنطقه وما يكونش على الجدران او على البيبان او على الطرق. طيب من الجدول 4 3 احنا وجدنا المساحه بتاعتنا، و لقينا عندنا كام بقى مجموعة ممكن ان احنا نتعامل معاها، عشان احنا من 5.2 ل 16.8، فده بيخدم لغاية 11، وده بيخدم من 4 ل 14، وده بيخدم من 5 ل 16. خلي بالك دي مجموعة هانتر ورينبيرد وثورب، ودي مجموعة هانتر ورينبيرد وثورب، ودي مجموعة هانتر ورينبيرد وثورب. لاحظ ان دولي 3 مجموعات، العملية كبرت، اصبح عندي الاختيار ما بين 3 مجموعات. كل مرة كانت بتبقى مجموعة واحدة وبخش بقى على الكتالوج، لكن هنا عندي 3 مجموعات. عشان اقفل الحكاية دي لازم ارجع اشوف المنحدر اللي موجود عندي. انا عندي الرشاشات مجموعة تحت ومجموعة فوق، ولازم يبقى عندي هنا رشاشات زاوية رش مسطحة او منخفضة مع زمن تشغيل قليل، وهنا رشاشات زاوية الرش 25 مع زمن تشغيل اكبر. يبقى انا عندي المحبس اللي تحت ده هيشتغل اكتر، وزاوية رش 25 ده مسطحة ويشتغل أقل. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده لازم عشان أختار الرشاش من المجموعات دي الثلاثة، لازم أدور على الرشاش اللي ليه زاوية رش منخفضة، عشان ما ينفعش أحط واحد من تحت منخفض ومن فوق من فوق منخفض ومن تحت مرتفع من نوع تاني، لازم الاثنين من نوع واحد. عشان كده باختيار المجموعة الثالثة فإنها تتميز بنصف قطر أولا، اللي هو هيديني غطي من 4 من 6.4 ل 15.8، اللي هي الريمبرد 5500، نفس الحكاية التورو سوبر والهانتر بي جي بي. يبقى إذن دول المجموعة بتاعتنا، واللي هي دورنا عليها ولقينا لها زاوية معدل رش منخفض بيتناسب مع الثورب. فهنروح للجدول 4 ونطلع منهم، هنلاقي عندنا ده الستاندر اللي هو هيبقى الرش بتاعي محطوط تحت، وده المنخفض اللو انجل. يبقى المجموعة اللي تحت دي لو انجل، المجموعة اللي فوق دي الستاندر. الستاندر اخدنا 2.4 عشان يغطي لي ربع دايرة ويغطي لي نص دايرة، وهنا 1.5 1.5 3.3. دايما التورو والريمبرد بيبقوا شبه بعض. في الحالة ديت اللي هي اللو اخدنا 4.7، وهنا اخدناها 1.5 و3، برضو 1.5 و3. لما نيجي نبص عند ضغط 1.7 من 10، 1.7 من 10، وهنا ديت بتشتغل عن ضغط 3 و3. طيب حد هيقول لي ايه ده كده الضغوط مختلفة؟ الضغوط مختلفة لان اللي تحت فيها محبس واللي فوق فيها محبس تاني، اذا هما محبسين مختلفين. طيب
لما نيجي نبص للمساحة بتاعتنا هنجد ان احنا بقى عندنا دلوقتي الاربع مساحات متوزع فيهم الرشاشات بطريقة تديني اللي انا عايزه. اهو هنا هيبقى فيه اربع رشاشات ربع دايرة واتنين نص دايرة، وهنا اربعة ربع دايرة روتوت، وهنا اربعة ربع دايرة واتنين نص دايرة. يبقى دلوقتي انا المطلوب مني الخطوة التانية مباشرة بعد ما خلصنا الكلام ده، ان انا عايز اشوف الشغل بتاعي هل كمية المياه الموجودة هيتم توزيعها صح ولا لا. طبعا الكلام ده موجود عندك في الكتاب في صفحات من 136 الى 138 لغاية 139، متقسمة ومتوضحة توضيح جامد جدا. بيعتمد على ايه؟ على نوع الرشاش اللي انت اخترته، على تصرف الرشاش اللي انت اخترته، ثم التوزيع الرشاشات اللي انت اخترتها. فانت هتجمع كل منطقة وتشوف بتحتاج مية قد ايه، وبعدين هتحدد لي بعد كده هل ده مساوي المتاح ولا غير مساوي المتاح. لاحظ ان الرشاشات هنا غزازية وقد تكون معدلاتها عالية بالنسبة لمعدلات الرش، في حين ان الرشاشات الروتر بتبقى اقل، بس ده التوزيع بتاعها اهو زي ما انت شايف بعد ما عملنا وخططنا الشغل بتاعنا. طيب جمعناهم في جدول، الجدول ده موجود عندك صفحة 136. المنطقة الاولى هانتر او تورو او ريمبيرد وكلهم 15، الفوال 15 ربع دايرة ضغط التشغيل بتاعها 2، عندنا 4 رشاشات او 4 فوهات في 15 نص دايرة 2. في المنطقة التانية كلهم يا اما هانتر يا ثورو يا ريمبرد، والرشاشات دوارة ذو فوهات 11 او 8 او 8 ربع دايرة، وهناخدهم 4 رشاشات ضغط تشغيل 4. المنطقة بقى بتاعتنا التانية التالتة لا، دي فيها قصتين، قصة جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي ريد، الفونيات ريد، الجزء السفلي جراي. ليه؟ لأن دي ستاندر ودي لو انجل، دي 25 ودي الانجل بتاعتها منخفضة. سواء بي جي او تي 5 او 5000 بي ار اس، يعني هانتر او تور او ريمبرد، هيبقى عندي في مجموعتين. المجموعه الاولى بتقول ان انا هاخد الهانتر فوقها 2 وتور 1.5 وريمبرد 1.5 كربع دايره، واشتغل بضغط تشغيلي 1.7 بار لاعلى المنحدر. في نفس الوقت يكون عندي هانتر فوار 4 و3 و3 مع نص دايره 1.7 لاعلى المنحدر. يبقى دول الاثنين اعلى المنحدر، ثم المنخفض اسفل المنحدر ده مش اعلى المنحدر للاسف، ده اسفل المنحدر، هيبقى هانتر 4 وتور 1.5 1.5، وهنا هانتر 7 وتور 3 و3 وده اسفل المنحدر هيبقى من تحت. سوري، ده اللي هيبقى اعلى المنحدر اللي هو اللو، وده اللي هيبقى اسفل المنحدر، ده اسفل المنحدر، اللي فوق اسفل المنحدر واللي تحت اعلى المنحدر، اللي فوق اسفل المنحدر واللي تحت اعلى المنحدر. وبكده هيبقى المنطقه الاولى عندها اربع رؤوس تدفق حوالي 27% متر مكعب نمط ربع دايره. التدفق للاربعه يبقى 4 في ال 28 ال 22 ال 21% دي هتبقى 84. في نمطين نص دايره بيديني 42 يديني 84 كمان، يبقى الكل على بعضيه ال 84 دول وال 84 دول هيبقى 1.64 متر مكعب. نفس الحكايه هتعملها بالنسبه للمنطقه الثانيه، من عمود التدفق لفوهه 11
بالنسبة للمرحلة دي اتضح ان عندك 4 فوهات، وليكن مثلا هنشتغل على هانتر، فهيبقى 2.3، التدفق الكلي 9.2، التدفق الاجمالي يبقى 9.2، يبقى ده لو احنا اخدنا على الفوهة 11. لو اخدنا 8 ثورو او ريمبيرد هنجد ان احنا عندنا الكلام دوت، هيبقى 8.24 وده 8.24. المنطقة الثالثة انا هسيبها لكم تشوفوها من الكتاب وتمشوا معاها خطوة خطوة، وتجمعوا لي وتقولوا لي هل فعلا المتاح قد المطلوب ولا لأ، وهو حط الكلام ده ازاي. ارجو ان انتوا تكونوا وصلتوا معانا لنهاية المحاضرة الـ6 والـ7 اللي احنا اتكلمنا عليهم، وان شاء الله هيكون في محاضرة كمان اللي هي الـ8 والـ9 مع بعض، وبكده هيبقى المنهج انتهى. كنا يعني عشمنا اكتر في ان احنا نكون متقابلين من وجه لوجه، لان الكلام كلام كتير. ارجو منك ان انت تحاول تشترك في القناة، لان ساعة ما بينزل المحاضرة بيجي لك اشعار مباشرة بان المحاضرة نزلت، فبالتالي يبقى عندك علم، خصوصا ان احنا بنقفل الموسم الدراسي، فمش عايز حد يقول لي انا ما وصلنيش اي حاجة. برجاء ان انت تخش على القناة او على البورد وتسجل، او عشان تخش وتشوف المحاضرة. المحاضرة هتيجي فيها امتحان، المحاضرة دي واللي جاية والمحاضرتين كبار مش سهلين. حاول تكون على قدر المسؤولية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.